بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق درس اليوم إن شاء الله سوف نتكلم على وحوار هو حوار إلا استاسيون. كي سينيفيكا إلا استاسيون؟ ما معنى إلا استاسيون؟ What does it mean إلا استاسيون؟ محطة ستيشن في المحطة في المحطة المحطة استاسيون في المحط في المحطة هذا هو معناها في المحطة لا استاسيون ان لا استاسيون لا استاسيون في المحطة. هولا سينيور كي ديسير. هولا سينيور كي ديسير سينيفيكا استاسي. ما هذه الجملة؟ Hola señor, ¿qué desea? Hola señor, ¿qué desea? Hola señor, ¿qué desea? ماذا تريد؟ مرحبا سيد، ماذا تريد؟ ماذا ترغب؟ ماذا تريد؟ desea أو can I help؟ نعم، مرحبا سيدي، ماذا تريد؟ نعم، Hola señor, ¿qué ديسير؟ نعم، هل من خدمة؟ ماذا ترغب؟ إلى آخره. عندما تذهب إلى المحطة يكون هناك سيد أو سيدة لخدمتك. إذن السؤال الذي سوف يطرحه عليك ما هو؟ أو الذي سوف تطرحه عليك ما هي؟ مرحبا سيدي. أولا سينيور. سينيور يعني سيد. كي ديسير؟ لماذا ترغب؟ إلى آخره. هل من خدمة مثلا؟ فقينا. نعم، كي ديسير هذا فعل من الأفعال التي شرحناها الحصة الماضية، من أصدقاء الأفعال التي شرحناه الحصة الماضية التي تنتهي ب كي ديسير بآر بآر. إذن الفعل هو ديسير ديسير ديسير. اولا الا استاسيون في المحطه. اولا سينيور، اهلا سيدي، لماذا ترغب او هل من خدمه؟ كي ديسير كي ديسير. نعم، اولا سينيور كي ديسير. كييرو كييرو un billete para ir a Bilbao. ما معنى هذه الجملة؟ What does it mean؟ ¿Qué significa؟ Por favor. أريد تذكرة للذهاب إلى بلباو. إذن أريد تذكرة للذهاب إلى بلباو. Quiero يعني أريد. Quiero أريد. Un billete تذكرة para ir للذهاب أ بيلباو، للذهاب إلى بيلباو. أريد تذكرة للذهاب إلى بيلباو. واضح لحد الساعة، الكل واضح. هولا سينيور كي ديسير، أهلا سيدي، ماذا تريد أو ماذا ترغب أو هل من خدمة إلى آخره. كييرو أريد أون بييتي تذكرة. لماذا؟ بارا إير للذهاب إلى بيلباو. نعم، سوف نناقش الآن في الجملة الثانية، سوف نناقش أفعال ولكن لمعرفتها لا غير. إذن كييرو، إذن فما هو الفعل؟ لمعرفتها لا غير. كييرو، إذا قلنا كييرو فعل إيه؟ سيلفيربو كرير. سيلفيربو كرير كرير. نعم، الفيربو هذا
هذا لا يخضع للقواعد التي سوف نشاهدها في السلسلة الثانية. هذه الدروس نتركه لنتكلم معه، نعرف بأنه اس un verbo irregular. حاولوا كتابتها على الشكل الآتي: كرر، حاولوا كتابتها جميعا، جزاكم الله ألف خير لتتعودوا على الفعل. كرر 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 كرر. إذا كرر هذا فعل ليس من الأفعال التي نتكلم عليها أو تكلمنا عليها، هذا فعل اسم فيربو إيغولا غير منتظم. أم بيت طرير طرا إير إير، أيضا فعل إير فعل أيضا إيريغولا. ما معنى إير؟ What does it mean إير؟ كسينيفيكا إير؟ To go. To go. علي. ذهب. نعم. نعم ياسين. ملاحظة مهمة. دائما عندما نقول بارا يكون هناك، ماذا يكون هناك بالإسبانية؟ إنفينيتيفو غير مصرف مصدر. إنفينيتيفو. أوكي. إذا مصدر غير مصرف يعني إنفينيتيفو. دائما عندما نقول بارا إير هاسيني، بارا ترابخار، بارا كومير، بارا أبلار، بارا إسكوتشار، بارا إير، بارا دائما وراء بارا إنفينيتيفو كالفرنسية. إذا إلا لا استاسيون. أولا سينيور دوغيان كي ديسيا كيرو مبيتي باريرا بالفاو. نعم. دي إيدا أو دي إيدا إيفوالتا. ما معنى إيدا؟ إيدا كي سينيفيكا إيدا؟ كي سينيفيكا إيدا؟ عندما نريد أن نذهب إلى مكان ما، إذا ونريد تذكرة، ونريد يعني اقتناء تذكرة، إذا يكون هناك تذكرة للذهاب وتذكرة للإياب، أو تذكرة للذهاب فقط. تريد أن تذهب إلى مكان ما، إذا تذهب إلى ذلك المكان ولن ترجع، يعني ليس ذهاب وإياب، أو ذهاب وإياب. هنا قال له إذا تعني ذهاب، إذا لوحدها تعني ذهاب. قال له هل للذهاب فقط أو للذهاب والإياب؟ لا فويلتا، لا فويلتا الرجوع، لا فويلتا، لا فويلتا الرجوع مصدر، هذا مصدر. ما هو فعله؟ من أين أتى؟ لا فويلتا، من أين أجت لا فويلتا؟ أي فعل لا فويلتا؟ أو غير منتظم irregular. من أي فعل؟ volver 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 volver، هذا هو الفعل volver. إذن en la estación، en la estación. hola señor qué desea quiero un billete para ir a Bilbao. de ida o de ida y vuelta. de ida الكل يعرف ida، لايدا ذهاب، لايدا اي بويلتا الذهاب والاياب. نيغريغا تعني هو يطير، هي بولار، بولار يطير. كتبتها في الاول اخ ياسين. بولبير رجوع، بولبير الرجوع، الرجوع الرجوع، بولبير تعني الرجوع. الا استاسيون. Hola señor, ¿qué desea? Quiero un billete para ir a Bilbao. De ida o de ida y vuelta. ¿No me el pájaro canta? ¿Qué significa el pájaro canta? What does it mean? El pájaro canta. ¿No me da? Yo me la chica chaba. La. Al asfor yo gané, ¿no? El pájaro. Hola asfor. كانت يغني. إذن الفعل، الفعل فعل إيه؟ هذا من الأفعال. نعم كانتار، أفعال كانتار، كانتار، كانتار ويغني. إذن إلا استاسيون
Hola, señor. ¿Qué desea? Quiero un billete para ir a Bilbao. ¿De ida o de ida y vuelta? De ida y vuelta, por favor. De ida y vuelta, por favor. Me فضلك نعم. من فضلك please. ذهاب وإياب من فضلك. تيكت بليز. الريتور ذهاب وإياب من فضلك. سي نعم. ذهاب وإياب من فضلك. ذهاب وإياب من فضلك. فور فيفر. اوكي لا استاسيون. هولا سينيور كي ديسيا اون كيون بييتي برا ير ا بيلباو. دي ايدا ودي ايدا اي فولتا. دي ايدا فولتا بور فور. اوكي بالي. برا كي فيتشاس. برا كي فيتشاس. كي سينيفيكا لا فيتشا. كي سينيفيكا لا فيتشا. ما معنى لا فيتشا؟ تاريخ موعد. لا فيتشا. Fecha o tarikh. Para que fechas? La fecha o tarikh. La fecha. La fecha de hoy es el hoy. Hoy o el día. Es el día. Tarikh día. ¿Qué es el 15. 15. 15. De abril. 2013. ¿Para qué fechas? Ahí, Dani. ¿Para qué fechas? Ahí, Thierry. La ida para el 1 de agosto. La ida es, perdón, la ida para el 1 de agosto. La ida es para el 1 de agosto. Eden الذهاب يوم الذهاب يوم 1 مش اغسطس. الذهاب يوم 1 مش. اوكي الان سوف اعطي سؤال. الان سوف اعطي سؤال ان شاء الله. كل تمام. السؤال على الشكل الاتي. افهم السؤال. لا ايدا بارا ال 1 دي اغسطس. اذا حذفنا 1 لماذا يمكن لنا ان نعوضها؟ نحذف 1 لماذا يمكن ان نعوضها؟ بريميرو. بريميرو. بريميرو نعم. Para el primero de agosto. El primero. Iden. El primero. La ida es. La ida para el primer. O primero de agosto. نعم. وإذا قلت لكم. أنه. يمكن لنا أن نعوضها بشيء آخر. Uno. ماذا تكون الإجابة؟ Para. Dice. Rabísimo, Ahmed. Rabísimo. El principio. El principio. El principio. El principio. عندما نقول principio يعني أول. Principio يعني أول. El principio de los cursos. El principio de abril. El principio de إلى آخر. هل فهمتم؟ ال 1 أو ال primero أو ال principio أي أغسطس. أغسطس هو غشت. أوكي. إي لا فولتا هي هو لو بروميير. لو بروميير. لو بروميير. لو بروميير. أي شيء يعني فيه بداية. أي شيء لا تعني الأونو. أي شيء فيه بداية حسب التعبير. حسب التعبير. حسب العبارة. حسب العبارة. principio. نعم. لا إذا إس دائما أقول إس. لا إذا para el 1 de agosto
إلى بويلتا غارا الكينزي، الخامس عشر، دي أغسطو أور فابور. أور فابور بيرفكتو بيرفكتو. What does it mean بيرفكتو؟ جيد ممتاز بيرفكت رائع. دون كييري كي كييري كييري ان بريميرا. بالنسبة للمبتدئين في نفس الوقت يعني أتكلم ب يعني لمخارج الحروف كي كييري ان بريميرا او ان سيغوندا كلاسي. ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه الجملة؟ ماذا تريد في المستوى الأول أو الثاني؟ مستوى درجة. نعم فضلك أي درجة، الأولى أو الثانية؟ نعم بيرفكت درجة الأولى أو الثانية. نعم الدرجة الأولى، الدرجة كلاسي كلاسي. كيكيري كيكيري بيربو كيرير، شرحنا الكيرير. يا ان بريميرا درجة فيرست كلاس، او ان سيغوندا الدرجة الأولى أو أم الدرجة الثانية. كي كيري ان بريميرا او ان سيغوندا كلاسي. ان سيغوندا كلاسي اور فابور. ان لا استاسيون. هولا سينيور كي ديسيا كيرو ان بيتر بارا ير بيلباو ديدا او ديدا فولتا. Ida y vuelta, por favor. ¿Para qué fechas? La ida es para el 1. Es de Menapolo. Es. Perdón, en Eddie el Jumla Jata. Aunque no te cune la ida para. Lakin es para mejor. Ahsan. Para el 1 de agosto. Adama kunna. Adama no te aguad luga. O amama no tax. Yani bad aukad nakra oho. Uno dif ili ashia. ويمكن أن نعرف أن هناك خطأ أم لا. مثلا من يتقن اللغة الإنجليزية ويقرأ تاكس يقول لا هنا مشكل، هنا مشكل. مثلا الفرنسية من يتقنها يقول مثلا في اللغة العربية مثلا عندما يكون هناك موضوع ما ونقرأه يعني عندما يكون هناك خطأ نقول هذه الجملة فيها شيء مش معقول. اوكي لايدا para el 1 de agosto la vuelta es para el 15 de agosto por favor. perfecto. ¿Qué quiere en primera o en segunda clase? En نكمل en نبدأ الآن en segunda clase por favor. قال له en segunda clase por favor. يعني في الدرجة الثانية من فضلك. درجة الثانية من فضلك. بالي بالي كي سينيفيكا بالي؟ بنا بالي 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 وكيف تكتب بالي؟ نعم بالي. اوكي اوكي بالي اوكي حسنا بالي اوكي Sí, vale. Tiene una. Tiene. Ahí fue el hada. Tiene. 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 Tiene un aspecto magnífico. Es el verbo tener. Es el verbo tener. Bravo. Es el verbo tener. Shahadna fi silsila al-ula. Tener yani. To have. Tener yani to have. بالنسبه للجود. أخوة الأخوات الجدد تنير هي to have avoir. tiene una tarjeta ملكية. نعم tarjeta tarjeta. ¿Qué significa tarjeta? tarjeta بطاقة. bueno seguimos bueno seguimos حول كتابة. bueno seguimos bueno seguimos bueno seguimos bueno seguimos. ما معنى ما معنى bueno seguimos
إذن فلنتمم، نتبع، نتمم. بوينو، بيان، بيان، فلنتمم. تجاوب حسنا، فلنكمل أو فلنتمم إلى آخره. سيجيموس، الفيربو سيجير، هذا أيضا ليس معانا. سيجير، تابع. بوينو، سيجيموس. تارخيطة، تارخيطة معناها بطاقة. تارخيطة دي ديسكوينتو، ما معنى تارخيطة دي ديسكوينتو؟ ما معنى تارخيطة دي ديسكوينتو؟ ديسكون، فهم؟ خصم، تخفيض. نعم، عندما يكون هناك اشتراك مع يعني في سوبر ماركت او ان اون تياندا. ما معنى تياندا؟ تياندا، تياندا، حاولوا كتابتها ومعرفة محل. نعم نعم نعم، برافو برافو. تياندا محل، محل تجاري. تياندا، تياندا محل تجاري. هناك مثلا عندما نريد، الآن تطورت الأشياء، تطورت الأمور، تطورت الأمور. عندما نريد أن نشتري شيئا، يعني نشتري بانخراطات إلى آخره، نذهب ونعطي نقودا يعني من اليد إلى اليد، يعني هذه طريقة تقليدية. إذا الترخيطة ديسكوينتو عندما تكون مشترك في سوبر ماركت أو ناتياندا أو شيء من هذا القبيل، تشتري مثلا بعض مجموعة من الأشياء ويكون هناك تخفيضات. bueno no no tengo ninguna tarjeta no no tengo ninguna tarjeta بمعنى اسمي، لا ليس عندي أي ترخيطة، ليس عندي أي بطاقة. ninguna ninguna تعني ليس عندي شيء، يعني بالمرة، بالمرة. ninguna no tengo ninguna ninguna أوكين ninguna ولا شيء. نعم، ترخيطة، ليس عندي أي ترخيطة، ليس عندي أي ترخيطة. quiere el asiento al lado de la ventana o en el pasillo. asiento، ما معنى asiento؟ ليس lo siento، هذا asiento. ليس lo siento، هذا asiento. lo siento، ماذا تعني lo siento؟ lo siento mucho pero tengo que. نعم نعم، lo siento تعني آسف، ولكن asiento تعني مقعد، مقعد. asiento تعني مقعد، هناك سفر. إذن بأن هناك سفر، ماذا سوف يقول له؟ هل تريد quiere el asiento al lado، al lado ما معنى al lado؟ ما معنى al lado؟ al lado، al lado، نعم، بالقرب، بالقرب، نعم بالقرب. de la ventana، de la ventana. What does this mean de la ventana؟ ¿Qué significa de la ventana؟ Window، نافذة، جانب الشباك، نافذة، النافذة. أو إذن هناك المقعد الذي يكون يعني بجانب النافذة، وهناك مقعد يكون في باسيو، في الممر. نعم نعم، باساج، الممر. هناك النافذة وهناك ممر، هناك مقعدان. هل تريد المقعد الموجود قرب النافذة أو تريد الموجود؟ quiere el asiento al lado de la ventana o en el pasillo. قال له al lado de la ventana por favor. وأيضا يحب al lado، القرب من الشباك، من النافذة، من فضلك. de acuerdo،
De acuerdo. يشرح نفسه. موافق. Entonces. What does this mean entonces? ¿Qué significa entonces? Then. نعم. Then. نعم. صحيح. إذن. يعني. إذن. نعم. الآن ماذا سوف يقول له؟ سوف يعيد له يعني الأمر كله. Entonces, un billete de ida y vuelta para Bilbao. إذا تريد un billete تذكرة de ida y vuelta para Bilbao. En la segunda clase, al lado de la ventana, la ida es para el آخر. Confirmation. A confirmación, sí. The confirmation. نعم. ماذا قال له؟ Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. نعم. كل ما قلت صحيح. إذن ماذا سوف يسأل الآن؟ كوانتو إس؟ كل هذه الأمور إذن يجب عليه سعر بري بكم؟ كوانتو إس؟ كوانتو إس؟ بكم؟ بحد؟ أو ماتش؟ كم الثمن؟ أوكي كوانتو إس؟ ماذا قال له؟ سون 50 euros. من يكتب لنا 50 في الإسبانية؟ من يكتبها 50 من يكتبها 50 كما كتبها سكريا. 50 كما كتبها سكريا، كما كتبها جليلة، كما كتبها مصطفى، كما 50 euros. او كشخص يعني هنا تنطق ليس euros، ليس اوروس، ليس اوروس، وليس اوروس، لا تنطق او مثلا تريد ان تصرخ مع شخص وتقول او 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 تمهل او 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 اوروس اوروس اوروس. اذا سي muy bien. ¿Cuánto es? Son 50 euros. تنطق او اوروس اوروس ليس اوروس وليس اوروس او اوروس. Muchas gracias. شكرا جزيلا. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tome. Tome. Dame la tome. Tome. نعم تشيك. خد. نعم يونس. Tome el billete. Tome tomar. نعم. Tomar ليس tomar. Tomar tomar es el regular. Tome el billete. Adiós. Buen viaje. ماذا سوف يقول له طبيعة الحال؟ Buen viaje. ماذا سوف يقول له طبيعة الحال؟ Buen viaje. رحلة ممتعة. سفر ممتع. رحلة ممتعة. سفر. Buen viaje. Buen viaje. Okay. إذا كنا نريد أن نذهب في يعني في الطائرة، ماذا يسمى سفر في الطائرة؟ ماذا يسمى في إسبانيا سفر في الطائرة؟ أسون غزوان أسون أسون سفر في الطائرة. لا، الطائرة هي أبيون. الطائرة أبيون. طائرة أبيون. ولكن نتكلم على سفر في الطائرة. ماذا يسمى؟ أسون بولو. أسون بولو. أسون بولو. أسون بولو. سفر بالطائرة. أسون بولو. أسون بولو. أسون بولو. Muy bien. Tome el billete. Adiós. Buen viaje. Gracias. Adiós. شكرا. السلامة. Adiós. مع السلامة. Adiós. مع السلامة. Adiós. De acuerdo.
يعني de acuerdo, ok, de acuerdo, d'accord, Francia, fantástico, رائع. Adiós, 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 adiós. هناك أمر جدي جد. اللغة الإسبانية المشكل هو النطق، لأنه إذا ذهب إلى اليوتيوب وكان هناك فيديو لأرجنتيني أو بوليفي أو سوف يكون هناك تغيير في النطق، تغيير في يعني هناك لهجات، سوف مكسيكي أو هذا هو المشكل لا غير، هذا هو المشكل. لهذا الغرض نعم أنا نعم نعم نجلاء أنا أجبتك بطريقة أخرى أجبتك يعني هي أخت نجلاء، أنت أثرتي يعني موضوع جميل جدا، جميل جدا. يعني مجموعة من الإخوان الأخوات يذهبون، نعم نذهب في اللغة ويجب علينا أن نذهب إلى مصدر معين، لكن النطق هناك مشاكل في النطق، هناك اختلافات. تم وضع محطات راديو في الجروب اللهجة الإسبانية الأصل. وبالنسبة للأخ أمير أثرت هذا النقطة، بالنسبة لمحطة راديو، بالنسبة للمحطة راديو، وفي إسبانيا، في إسبانيا بصفة عامة قليل ما نجد محطة راديو أو تلفاز أو محطة تلفاز يتكلمون 100%. سوف أحاول أن أعطيك مثال، مثلا في مصر يعطيني مثلا قناة تلفزيون تتكلم اللغة العربية 100%، يعني قليل ما نشاهده، ليس في مصر في العرب، يعني قناة عربية تتكلم اللغة العربية 100% منذ البداية، مثلا قليل قليل. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. يمكن مثلا أن نحدد برامج، يمكن مثلا أن نحدد برامج، مثلا يكون هناك برامج يمكن الإنسان أن يستفيد منها. لقد أثرت هذه النقطة مع بداية الدورة الأولى، السلسلة الأولى، قلت بأننا يجب علينا أن ننصت لا لنتعلم النطق، ولكن لنتعلم طريقة الكلام، طريقة الكلام. نتعود على الإسبانية أولا، نتعود على الإسبانية. عندما نتعود على الإسبانية يعني يكون هناك فرق. يعني أول مرحلة في تعلم اللغة يجب أن تقول للغة أنا لا أخاف منك. وكيف تقول لا أنا لا أخاف منك؟ بالإنصات، بالاستماع، بالاستماع. اسمع 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 اسمع. بعد الوقت سوف إسبانيا سهلة، إسبانيا. لا تستمع الراديو أو التلفاز لتفهم ما يقال، لا نستمع لنتعود على اللغة. لا يمكن أن تفهم اللغة مع البداية، لا يمكن. سي، تعودوا الكتابة الإسبانية. Tengo una pregunta. Sí, puedes preguntar. Adelante, señora Med. Somos el segundo nivel y hablamos árabe. هناك عبارة للإسبانيين، هناك عبارة للإسبانيين عندما يسألك عن الحالة يقول لك كومو أندا، كومو أندا تيو، كومو أندا هومبري، كومو أندا، كومو أندا، يعني هي الأمور ماشية معك إزاي. مثلا كومو أندا يعني لا يمكن هنا أن يكون كومو كامينا. إذا قلت كومو كامينا يعني يعني كيف يمشي الشخص، كومو أندا يعني كيف حالك، الحياة ماشية معك إزاي. عبارة مثلا هناك إذا قلت كومو كاميناش، كومو كاميناش يعني أنت ميرا ميرا، يقول لك مثلا شخص
mira cómo camina este hombre. لاحظ كيف يمشي هذا الرجل. Mira cómo camina este hombre. لاحظ أو شاهد كيف يمشي هذا الرجل. إذن هناك فرق. Caminar, andar. Cómo camina este hombre. نعم. Mirar يعني mira يعني لاحظ. Vision, look. نعم. نظر. نعم. نعتمد على المعنى. من المعنى نستعمل الفعل تنير أو الفعل أندار أو فعل كامينار. من المعنى لا غير. سي لو تانغو. bueno. الآن لكي نتمم سوف نقرأ إن شاء الله. سوف أعيد المعنى والنطق مرة أخرى. إلا estación, en la estación, في المحطة. Hola, señor, ¿qué desea? أهلا سيدي, ماذا ترغب, ماذا تريد, إلى آخره. Quiero un billete para ir a Bilbao. أريد تذكرة للذهاب إلى بلباو. De ida y vuelta, por favor. ذهاب وإياب من فضلك. Para qué fechas. أي تاريخ. La ida para el 1 de agosto. الذهاب في أول غش. Y la vuelta para el 15 de agosto, por favor. والإياب في 15 غش من فضلك. En la estación. Hola, señor, ¿qué desea? Quiero un billete para ir a Bilbao. ¿De ida o de ida y vuelta? Ida y vuelta, por favor. ¿Para qué fechas? Ok. أطرح سؤال. سؤال جميل. Podemos decir fechas y fecha. هل يمكننا نقول fechas؟ ويمكننا أيضا أن نقول fecha. من يجيبه؟ لا, هو عايز ذهاب وعودة. نعم, fechas. لأن هناك جمع. جواب صحيح, ولكن هناك جمع. فيتشز يعني هناك إيدا وهناك بولتا, هناك ذهاب وإياب. إذن هناك دوس فيتشز, إذن بلورال. بارا كي فيتشز. لايدا بارا ال 1 دي أغسطو إي لا بولتا بارا ال 15 دي أغسطو بور فاور. Bueno, perfecto. 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 Sí, trae. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿En primera o en segunda clase? أشياء المختلفة في اللغات الأخرى هي الأي. مثلا هنا تنطق دائما, تنطق أي. هذه تنطق أي. سي كلا سي. وبالنسبة لهذه تنطق أو. سيغو أو 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 أو. والإي تنطق إي 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 إي. نعم. Perfecto, هنا مثلا. Perfecto. ¿Qué quiere? En, ليس en, ليس in, en. Pri, هنا ليس pre. Primera. Primera.
وبيكون درس ننطق إن شاء الله ماذا يعني بعد في حصتين ما. أو إن segunda clase. Perfecto. هل تريد في الدرجة الأولى أم الدرجة الثانية؟ En segunda clase, por favor. درجة الثانية من فضلك. Tiene una tarjeta de descuento. تنطق خ. تارخيتا. أ و أو لديهما نفس النطق. أ أو أ أو أ أو. Tiene una tarjeta de descuento. Tiene una tarjeta de descuento. كنت أريد أن أطرح سؤال. السؤال على الشكل الآتي. لنتعود يعني أتكلم مع الإخوان الذين كانوا في الدروس منذ البداية. طبيعة الحال أنتم في الطريق الصحيح. إذا أردنا أن ننطق اللغة الإسبانية بسرعة مثلا أتكلم مع الذين كانوا معي من أول الدروس. أنتم مثلا تعرفون لوس دياس دي لا سيمانا الذين كانوا من أول الدروس. من طبيعة الحال عندما تشاهدون لوس دياس دي لا سيمانا مكتوبة تضحكون تقول لوس دياس دي لا سيمانا شيء تضحكون لوس دياس دي لا سيمانا ماذا يقول هذا. إذن لنتمكن من النطق نحاول أن نعيدها لوس دياس دي لا سيمانا los días de la semana, 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 los دائماً ترجع إلى مستواك الأول. دائماً ترجع إلى مستواك الأول. عندك مثلاً 40 محاضرة. لتتمكن من شيء ارجع إلى المحاضرة الخامسة لتتمكن منها. هناك فرق بين أنك تعرف وتتمكن. هناك فرق بين أعرف لوس دياس دي لا سيمانا. انتظر أظن أنه نونيس. نعم نونيس. أظن أنه نعم الثاني هو مارتيس. نعم ميركوليس. هناك فرق. وإذا سألت شخص آخر ثم لا تفهم ماذا يقول عندما أقول لك سوف تفهمونني الآن عندما أقولها بسرعة. سوف تفهمونني إذا قلت لوس دياس دي لا سيمانا بسرعة. سوف تفهمونني لماذا. لماذا؟ لأننا كان هناك درس وكان هناك درس آخر ودرس المراجعة وكانت في الامتحان وكانت 87,000 مرة. لهذا الغرض دائما أعيد. إذن يكون هناك تمكن من اللغة. ونحن في هذه الدروس نعتمد على الإتقان ليس المعرفة. لا نريد مثلا أن يكون هناك درس و نعم هنا أنا أعرفه. سألك شخص خلاص دي بسيطة أعرفه أنا أعرفه. لا تتكلم مع الناس بهذه الطريقة. لا تتكلم مع الناس. غرض من هذه الدروس هو أن تذهب عند الشخص وتقول له الآن أنا أعرف لوس دياس دي لا سيمانا باللغة الإسبانية. تعال Los días de la semana. أيام أسبوع. Días. أيام. أسبوع. Semana. Lunes. والإثنين. عيد. Lunes. غرضنا من هذا الدروس أن تعلم ما علمت. هذا هو الغرض. نتمكن جميعا لنذهب ونمرر الرسالة. دياريو. ما معنى دياريو؟
دياريو شيء يعني دائما، يعني يومي إلى آخره. دياريو algo diario. Seguimos. Perfecto. Telediario. Sí. Telediario. Perfecto. ¿Qué quieren? Primero o en segunda clase. En segunda clase, por favor. Todos los días. Todos los días. En segunda clase, por favor. ¿Tiene una tarjeta de descuento? Tiene una tarjeta de descuento. ¿Qué le diga? Bitaca. Descuento. Discount. Tacat khasm. Tachfid o khasm. No, no tengo ninguna tarjeta. No, no tengo, no tengo, perdón, ninguna tarjeta. Ninguna. Ninguna, ninguna. Hola, tarjeta. Hola, bitaca. No tengo ninguna. ¿Ya? Esa es indi, hay tarjeta. ¿Quiere el asiento al lado de la ventana o en el pasillo? هل تريد المقعد بجانب النافذة أم في الممر؟ Al lado de la ventana, por favor. بجانب النافذة من فضلك. De acuerdo. Entonces, un billete de ida y vuelta para Bilbao. En segunda clase, al lado de la ventana, la ida es para el 1 de agosto y la vuelta para el 15 de agosto. Sí, muy bien. ¿Cuánto es? Sí, muy bien. ¿Cuánto es? ¿Cómo? Son 50 euros. Son 50 euros. Muchas gracias. Una oro. Shukran jazilan. Muy bien. Tome el billete. Adiós. Buen viaje. خذ التذكرة. السلامة. سفر ممتع. Gracias. شكرا. Adiós. اللقاء. سوف أعيدها لقراءة هذه. Perdón. En la estación. Hola, señor. ¿Qué desea? Quiero un billete para ir a Bilbao. ¿De ida o de ida y vuelta? De ida y vuelta, por favor. ¿Por qué fechas? La ida es, دائما أقول es. شكلها خطأ. إذا كانت es أحسن. La ida para el 1 de agosto y la vuelta para el 15 de agosto, por favor. Perfecto. ¿Qué quieren? ¿Primero o en segunda clase? En segunda clase, por favor. ¿Tiene una tarjeta de descuento? No, no tengo ninguna tarjeta. ¿Que el asiento al lado de la ventana o en el pasillo? Al lado de la ventana, por favor. De acuerdo. Entonces, billete de ida y vuelta para Bilbao. En segunda clase, al lado de la ventana, la ida es... شكلها S. شكلها S. هي تخرج S 100% S هنا. Para el 1 de agosto y la vuelta para el 15 de agosto. Sí, muy bien. ¿Cuánto es? Son 50 euros. Muchas gracias. Muy bien. Tome el billete. Adiós. Buen viaje. Gracias. Adiós. Vale, pues adiós. نلتقي في محاضرة أخرى إن شاء الله.